أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا إلى هذه الفقرة للنقاش التي نخصصها للحديث حول آخر وأبرز التطورات في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة يومها 25 بعد 200. تجدر الإشارة هنا إلى أن وكالة الأونروا قالت أن أكثر من 630,000 فلسطيني نزحوا من رفح مع تصاعد الأعمال القتالية هناك وتصاعد العدوان الصهيوني على جنوب غزة. للحديث أكثر حول هذه النقطة وحول هذا الموضوع ومواضيع أخرى نستضيف الدكتور أمجد شوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من قطاع غزة عبر الهاتف. دكتور أمجد أهلا وسهلا. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور. كما نستضيف الدكتورة سناء إسكارنا المحللة السياسية من مدينة جنين الفلسطينية. دكتورة سناء أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذي وصباح ضيفك وجميع المتابعين. شكرا جزيلا. نبدأ معك دكتور أمجد شوى، أنت بقطاع غزة، لا ندري في أي منطقة بالتحديد، ولكن دعني أتحدث معك عن الأوضاع الإنسانية هناك وعن موجة النزوح الجديدة من جنوب قطاع غزة إلى شماله. ما الذي يحدث بالتحديد؟ يعني منذ بدأ العملية العسكرية على مدينة رفح التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف المستمرة والمتواصلة، هناك عملية نزوح كبيرة جدا، أكثر من 1,300,000 نسمة كانوا موجودين في منطقة رفح للنزوح إلى منطقتين، منطقة المواصي وهي غرب خان يونس، أو إلى المنطقة وهي المناطق المتبقية. وعملية حركة النازحين هي مستمرة ومتواصلة. الآن في منطقة وسط قطاع غزة يوجد تقريبا قرابة 1,200,000 مواطن فلسطيني نزحوا خلال الأيام الماضية. الأعداد تتزايد في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، بمعنى أن لا يوجد مكان إيواء مناسب لهؤلاء النازحين، حتى الخيام والاحتياجات الإيواء غير متوفرة، بمعنى هناك من يبيت يومه وليله في العراء بدون أي سبل للمكوث بأمان في هذه المناطق في ظل عمليات القصف المستمرة والمتواصلة حتى لمناطق النزوح. اليوم هذا الصباح حتى في منطقة النصيرات كان هناك توغل إسرائيلي مكثف على تلك المناطق، بالإضافة لعمليات القصف في رفح وغيرها من المناطق، حتى في خان يونس المدمرة هناك من عاد إلى ركام بيته ليقيم خيمته، ولكن هذه المناطق تم قصفها في الصباح. كنا هناك 3 إلى 5 شهداء في منطقة عبسان شرق خان يونس الذي جرى قصف ما تبقى من منزل لعائلة. أيضا مع اجتياح دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رفح تم إغلاق المعابر بشكل كامل، المعابر التي تدخل من خلالها المساعدات، ومعبر رفح الذي يخرج منه المرضى والجرحى للعلاج خارج قطاع غزة في ظل الدمار الذي حصل للمنظومة الطبية في القطاع، حيث أن قريب 80% من المؤسسات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية دمرت وخرجت خارج إطار الخدمة. اليوم هناك آلاف الحالات المرضية وحالات الجرحى التي تحتاج للعلاج خارج قطاع غزة محرومة من حقها في العلاج، وهناك من يتوفى ويستشهد جراء حرمانه من الخدمة من العلاج الطبي. في ذات الوقت إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، هذا طبعا ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث ارتفاع نسبة المجاعة. شعبنا الفلسطيني اليوم بمجمله في قطاع غزة يعتمد على المساعدات القليلة التي كانت أصلا تدخل. اليوم مع حرمان، مع نفاذ هذه المساعدات، نحن دخلنا في مرحلة متقدمة من الكارثة ومن مرحلة المجاعة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، ومن يدفع ثمنها هم الفئات الأكثر هشاشة بشكل أساسي، الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والمسنين وغيرهم. حتى قضية مياه الشرب تعتمد على تشغيل مولدات الطاقة التي تحتاج إلى وقود الاحتلال الإسرائيلي
يمنع دخول الوقود عبر المعابر. طيب. من خلال واضح. إغلاق المعابر، فبالتالي المعابر المستشفيات لا تعمل. بالحديث عن المعابر. نعم، بالحديث عن المعابر دكتور أمجد، شو نتحدث أو نتحول إلى دكتورة سناء أزكارنا المحللة السياسية من جنين. دكتورة سناء أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا. أبدأ معك من التطورات على مستوى المعابر. آخر معبر كان معبر رفح الذي تم الاحتلال، تم الإعلان عن السيطرة عليه من طرف الاحتلال، إضافة إلى 7 معابر أخرى، معبر رفح مع مصر، وكذلك معبر بوابة صلاح الدين مع الأردن، إضافة إلى 6 معابر مع الأراضي المحتلة، كلها أصبحت مغلقة وكلها أصبحت موصدة. ما هي الرسائل السياسية التي يريد أن يبعث بها الكيان الصهيوني من وراء سيطرته الكلية على المعابر البرية لقطاع غزة؟ يريد الاحتلال الصهيوني بسط سيطرته على قطاع غزة وفصل غزة عن جميع الدول المحيطة بها، وهذا ما يدلل ويعظم الحالة الإنسانية في قطاع غزة. يريد أن يستخدم كما استخدم قبل أشهر سلاح المجاعة من واضح. دكتورة سناء أزكارنا، كنا نتحدث عن المعابر التي أحكم الاحتلال قبضته عليها. نحن في الاستماع دكتورة سناء، واصلي، أحاول أن نربط الاتصال مجددا بالدكتورة سناء أزكارنا المحللة السياسية من مدينة جنين بالضفة الغربية، وفي انتظار أن نربط الاتصال مجددا بالدكتورة سناء. دكتور أمجد شوى، هل أحسستم بالتغيرات أو تغييرات طرأت على مستوى المساعدات التي تدخل قطاع غزة بعد إعلان سيطرة الاحتلال على معبر رفح؟ يعني بالطبع هناك، نحن نتحدث عن أصلا لا توجد مخزون حقيقي صحيح للمساعدات والمواد الغذائية بشكل خاص والأدوية في قطاع غزة، في ظل القيود التي كان يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول هذه المساعدات قبل اجتياح رفح. مع إغلاق المعابر الآن هذه المواد والنزوح الكبير الذي شهدناه ونشهد الآن، هذه المواد بدأت تنفذ، ونحن نتحدث عن يوم أو يومين سندخل في مرحلة متقدمة من المجاعة التي ستنجم عن نفاذ هذه المواد الغذائية والمساعدات. فبالتالي التحذيرات التي نطلقها هي تحذيرات جدية، ونحن نتحدث عن مساس بحياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا الظروف التي يعيشها النازحين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن معظم هؤلاء النازحين يعيشون في خيام من القماش أو البلاستيك، في مخيمات ومراكز إيواء منتشرة في المنطقة الوسطى، وأيضا ما تبقى من خان يونس، وكذلك في منطقة المواصي، بالإضافة لغزة والشمال، لا يمكن أن أنسى ما يحدث في الجبالية اليوم. نعم. في شمال قطاع غزة من عملية تهجير، هناك آلاف الأسر التي نزحت مجددا من جبالية في ظل عملية نسف مربعات كاملة في جبالية وعمليات القتل المستمرة، جثامين الشهداء في الشوارع صحيح جراء المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي النازحين اليوم يدفعون ثمنا باهظا اليوم، لا يمكن أن تتخيل ظروف هذه المراكز اللواء التي نعم. هي بالأساس غير مهيئة صحيح. طيب. الصرف الصحي والمياه والخدمات غير متوفرة، وهناك خشية نعم. كبيرة من انتشار الأوبئة. استسمح لك دكتور أمجد في أن نعود مرة أخرى إلى دكتورة سناء للحديث عن واقع المعابر مع قطاع غزة. بوابة صلاح الدين ومعبر رفح هما معبران يربطان غزة بمصر، تم السيطرة عليهما، وآخرهما كان معبر رفح. أنا أسألك الآن دكتورة سناء عن الرسائل السياسية للكيان الصهيوني من وراء إطباقه السيطرة كليا على المعابر البرية لقطاع غزة. يعني هي رسائل سياسية ليست فقط للفلسطينيين، وإنما نعم. لداخل المجتمع الإسرائيلي، أن الاحتلال الصهيوني قادر على بسط سيطرته عما كانوا سببا في أحداث 7 أكتوبر، وهي من باب تعزيز الجبهة الداخلية داخل الكيان الصهيوني. يريد أن يحصل على رصيد كبير في التفاوض، وخاصة أنما
أعتذر، بعدما خسر عسكريا داخل قطاع غزة 8 أشهر من العدوان على قطاع غزة دون أي تحقيق هدف استراتيجي عسكري داخل القطاع من القضاء على المقاومة الفلسطينية أو حتى إنهاء الحكومة الفلسطينية التابعة لحركة حماس، وبالتالي عدم حصوله على رصيد في الميدان العسكري، عدم القضاء على أي قيادة عسكري وازن داخل قطاع غزة، نقول أنه فشل عسكريا، يريد العبث بأي ساحة أخرى من أجل أن يظهر لنا بصورة المنتصر، تصدير صورة نصر للفلسطينيين والمجتمع الإسرائيلي، يريد أن يعظم الحالة الإنسانية داخل قطاع غزة ويمارس سياسة التجويع وتعظيم الحالة الإنسانية واستخدام سلاح التجويع على المدنيين، على النساء والأطفال، وهذا يعتبر عار على الكيان الصهيوني وليس فقط يعني هزيمة نكراء لديه. نقول أنه يحاول استخدام كافة الأساليب والوسائل من أجل أن يكون لديه أوراق رابحة في التفاوض على طاولة المفاوضات مع فصائل المقاومة، ولكن كلما استخدم الاحتلال الصهيوني أي من أساليبه إنما يفشل أمام المجتمع الدولي. هذه تعريه أكثر وتظهر حقيقة هذا الكيان الصهيوني القائم منذ 76 عام داخل الأراضي الفلسطينية على قتل وانتهاك حرمات الفلسطينيين والمدنيين وانتهاك للقانون الإنساني. اليوم حينما يستخدم يعني سلاح التجويع، نحن نتحدث في 2024 وهناك شعب يجوع في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، هذا يضاف إلى عار إلى المنظمات الإنسانية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال في العالم. صحيح. طيب نعود إلى دكتور أمجد شوى مرة أخرى. دكتور أمجد، بالحديث عن النزوح في قطاع غزة، نتحدث حسب الأونروا عن أكثر من 600,000 نازح، رقم ضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إلى أين ينزح هؤلاء؟ هؤلاء أصلا نازحون وفي خيم وفي ظروف مأساوية صعبة، ولا دواء ولا غذاء ولا ماء ولا خدمات صحية ولا تعليم، إلى أين ينزح هؤلاء؟ يعني أولا دعني أؤكد أن الرقم الذي ذكرته الأمر هو رقم أولي، الرقم هو أكبر من ذلك بكثير. عملية النزوح مستمرة ومتواصلة حتى الآن. النزوح هي بالأساس لمنطقة المواصي الغرب خان يونس، وهي عبارة عن منطقة زراعية موجود بها الآن آلاف من الخيام المنتشرة، وهي بالأساس لا توفر بها أي أشكال من الخدمات. هناك ذات خدمات مياه ولا ضرب صحي ولا عيادات ولا خدم، يعني غير موجود بها الخدمات. وأيضا إلى منطقة المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وهي الآن طبعا تشهد اكتظاظا كبيرا جدا بالنازحين. حتى هذه المنطقة اللي كما ذكرت، منطقة بما فيها منطقة النصيرات، تتعرض الآن لعملية قصف، وهناك عدد من الجرحى والشهداء فقط هذا الصباح من النازحين. نعم. الخدمات تناقص يوما بعد يوم. لا يوجد في هذه المناطق إلا مستشفى وحيد، وهو عبارة عن مستشفى صغير. الشهداء الأقصى هو من يستقبل الشهداء والجرحى وغيرهم. الخدمات الطبية طبعا صعبة جدا في ظل هذه الظروف. بالإضافة لذلك خدمات المياه، أبار المياه التي تعمل بالوقود لضخ هذه المياه لا توفر الوقود، فبالتالي هناك عجز في مياه الاستخدام اليومي، وأيضا مياه الشرب. محطات تحلية المياه تحتاج إلى قطع غيار وتحتاج إلى وقود، والاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع دخول هذه المواد. هذا الأمر بالغ الخطورة، وخشيتنا كبيرة جدا في ظل هذا الاكتظاظ الكبير. وطبعا نحن نتحدث عن فترة الصيف، انتشار الأوبئة أو الأمراض يكون سريعا جدا، في ظل أيضا قنوات الصرف الصحي الموجودة بين الخيام النازحين. نحن نتحدث عن خيام بها من القماش يقطن بها عشرات الآلاف من الأسر في ظروف صعبة جدا بمعنى الكلمة، معظمهم من الأطفال والنساء، وأيضا هناك جرحى وهناك أشخاص ذوي إعاقة وهناك مرضى يقطنون هذه الخيام، بمعنى أن أوضاعهم تتدهور في ظل فشل المجتمع الدولي حتى الآن في فرض هيبة القانون الدولي وإرادة مبادئ حقوق الإنسان. هذا الفشل الكبير طبعا يترجم الاحتلال الإسرائيلي كضوء أخضر للإمعان في ارتكاب المزيد والمزيد.
من نعم. الجرائم والمجازر بحق شعب فلسطين. طيب دكتورة سناء، نعود للحديث عن معبر رفح بالتحديد. السيطرة على معبر رفح جاءت بالتزامن مع الإعلان عن الانتهاء من بناء الرصيف البحري في قطاع غزة. أولا، هل نفهم من ذلك أن هذا الميناء البحري سينوب عن معبر رفح؟ ثانيا، هل في إقصاء متعمد لمصر والقاهرة من إدارة معبر رفح؟ يعني للأسف الشديد الممر المائي كما يسموه هو محاولة تجميل الميناء البحري الأمريكي على سواحل قطاع غزة. هم يريدون فقط إضعاف الممر المصري ما بين مصر وقطاع غزة، وهذا يعد ضرب للسيادة المصرية. هم يريدون أن تكون كافة الممرات والمعابر تتم تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي هو يعني أن نقول أن هذا الميناء الذي تم إنشاؤه هو من باب تواجد القوات الأمريكية، نقطة للقوات الأمريكية من باب المساعدات الدولية والإنسانية، وهذا عاري عن الصحة. هو مدخل من أجل أن تكون هناك قاعدة أمريكية في الميناء الغزاوي، ونقول أنه هو محاولة استثمار واستخراج الغاز. نحن نتحدث عن آبار غاز كبيرة، وأن تتحدث عن تريليون قدم مكعب على سواحل غزة، وهناك استثمار اقتصادي للقيادة الأمريكية، وهي تدعم الكيان الصهيوني في حرب الإبادة. هي ترمي إلى الاستثمارات الاقتصادية التي تكون من خلال هذا الميناء. نقول أن هذا من باب تواجد القاعدة العسكرية، وأن كافة المعابر داخل قطاع غزة تكون تحت السيطرة الإسرائيلية. وجود المعبر البري مع مصر هو ليس ضمن السيادة الإسرائيلية، وإنما بين السيادة الفلسطينية والمصرية، هو إضعاف لدور مصر في الأيام القادمة، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه مصر، وأن يكون لها دور في إعادة فتح هذا المعبر. كيف يكون لها دور؟ ما المنتظر من مصر والقاهرة كي تفعله لإعادة اعتبارها في معبر رفح؟ يعني أستاذ الكريم، مصر لديها دور عظيم إذا تم تفعيله بالشكل المناسب. مصر اليوم تقول بوساطة ما بين فصائل المقاومة والشعب، يعني المجتمع الإسرائيلي، ونقول أن مصر لديها دور عظيم إذا تم استثماره. لديها يعني لديها قوة استراتيجية عربية قادرة على أن تنتصر للقضية الفلسطينية، وليست فقط لمعبر رفح. نحن نتحدث من 8 أشهر في العدوان على قطاع غزة، والأصل أن يكون المعبر هو تحت السيادة المصرية، وأن يكون مفتوح على مدار 24 ساعة من أجل نجدة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. لكن للأسف الشديد مصر تنكرت لهذا المعبر، ولم تكن بالدور الملزم والواجب عليها يعني عربيا وإسلاميا، وبالتالي أتى الكيان الصهيوني ليكمل من إضعاف الدور المصري في هذه الأثناء. إذا ما انتبه الساسة إلى الدور الإسرائيلي وما يرمي من خلال التعاملات مع تقصدين دكتورة سناء، تقصدين أن فشل مصر وقصورها دبلوماسيا صح التعبير هو سبب في وصول معبر رفح إلى ما وصل إليه اليوم؟ وتواطؤ مصر على الدور الذي يجب أن تقوم به مع الشعب وأهلنا في قطاع غزة كان السبب الأساسي، كونها لم تتخذ إجراءات اتجاه العدوان على قطاع غزة، ولم يكن لها دور محوري، ولم تكن داعمة للشعب الفلسطيني. أتى الاحتلال الصهيوني لإضعاف أيضا ما تقوم به بنسبة كبيرة جدا، وهذا يعتبر طيب. خرق طيب. في سياق التفاعلات الدبلوماسية التي أعقبت اجتياح أو الاجتياح العسكري لرفح، كان فيه تنديد مصري قوي ورفض لهذه العملية العسكرية في معبر رفح. إلى أي مدى يمكن أن نتخيل أو نتصور تأزم العلاقات بين الطرفين؟ الكثيرين تحدثوا عن تعليق اتفاقية السلام أو حتى ربما سحب السفير المصري من الكيان الصهيوني. ما رأيك دكتورة سناء؟ يعني نقول أنه لا يوجد دور لمصر في العدوان على قطاع غزة من باب أن توقف العدوان ولو حتى بالإجراءات البسيطة، حتى الحد الأدنى من سحب السفير المصري من داخل الكيان الصهيوني، والعكس كذلك لم تتخذ به مصر ولم يكن لها دور. على العكس، أريد أن أعطيك إشارة أستاذ الكريم أن الحكومة المصرية والقيادة المصرية هي معنية في العدوان على قطاع غزة، معنية في إنهاء الحكومة الحالية التي تقوم برئاسة حماس،
وبالتالي لم يكن لها دور في العدوان على قطاع غزة من باب حماية الفلسطينيين. يعني 8 أشهر من هذه الحرب الهوجاء والتي تم فيها الإبادة الجماعية لم يكن لها دور ولا أدنى تقدير من باب حماية الفلسطينيين والمدنيين. طيب. ونقول أن الدور المصري في أدنى مستوياته هو ما جعل الاحتلال الصهيوني يمعن حتى أنه يريد استهلاك الصورة المصرية، وخاصة أنها أخذت دور في الوساطة ما بين فصائل المقاومة الاحتلال الصهيوني، حتى هذه الوساطة يريد أن يجردها منها الاحتلال الصهيوني. ونقول عن الورقة المصرية التي كان الكيان الصهيوني مطلع على أحداثيات هذه الورقة وعلى تفاصيل هذه الورقة، حينما وافقت الفصائل المقاومة على الاتفاقية والإطار العام للاتفاقية ذهب بنيامين نتنياهو إلى رفضها، مع العلم أنه كان مطلع. هذا أيضا تجريد لأمانة الحكومة المصرية في الوساطة. دكتورة سناء، بالحديث عن الوساطة المصرية، لا يمكن لأحد أن ينفي دور القاهرة في التوصل إلى اتفاقيات سابقة، أو حتى يمكن في اتفاقيات لاحقة بين الكيان الصهيوني والمقاومة، طبعا مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية كلهم يسعون للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار في غزة مع تصاعد العمليات العسكرية هناك. بالحديث عن الوساطات، هل نتوقع التوصل إلى هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة، مع رفض واشنطن والاتحاد الأوروبي لأي عملية عسكرية برية في رفح؟ يعني الجميع يضغط باتجاه الهدنة، ولكن ليس وقف شامل لإطلاق النار، وهذه مشكلة. ليست من شروط المقاومة أن تكون هدنة إنسانية فقط وتنتهي ويرجع العدوان على قطاع غزة. نقول أن الأسرى داخل قطاع غزة هم أداة استراتيجية لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن يذهبوا إلى هدن إنسانية مؤقتة ومن ثم يعاد الاحتلال إلى عدوانه داخل قطاع غزة. نتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار. ما هي الدور المصري في ذلك؟ الجميع يضغط فقط من أجل هدن وليس إلى وقف شامل لإطلاق النار. حتى المجتمع الأوروبي والإدارة الأمريكية تريد حالة أو وقف هدنة إنسانية لاستعادة الأسرى من داخل قطاع غزة، ومن ثم المعاودة مرة أخرى والكرة إلى الاستمرار في حرب الإبادة وقتل المدنيين وتعظيم الحالة الإنسانية. لغاية هذا اليوم لم يصدر من الإدارة الأمريكية حتى أن يكون وقف شامل لإطلاق النار، ولكن تريد فقط هدنة إنسانية، وهذا ما يتنافى مع الشروط التي كانت قد أعلنتها المقاومة الفلسطينية. حتى أن الجهود المصرية لا تعني إلى وقف أو لا ترمي إلى وقف إطلاق النار، فقط يريدون صفقات أسرى ليست مشروطة بوقف مستدام لإطلاق النار أو الانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وبالتالي لا يمكن أن نذهب لصفقات الأسرى دون تحقيق شروط المقاومة، وهي شروط طبيعية واستحقاقية في ظل العدوان على قطاع غزة. طيب، كنا نتمنى أن نواصل النقاش مع دكتور أمجد شوى، ولكن يبدو أن الاتصال انقطع مع دكتور أمجد شوى مدير شبكة المنظمات الفلسطينية الذي كان معنا من قطاع غزة. طبعا نتمنى له السلامة في ظل هذه الظروف المتصاعدة من العنف والأعمال القتالية وحرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة. نتمنى السلامة لدكتور أمجد شوى، ونعود إليك مرة أخرى دكتورة سناء أسكارنا المحللة السياسية في جنين. نتوقع تزايد الضغط الدولي على الكيان الصهيوني، أم أنها كلها مجرد شعارات سياسية وتصريحات سياسية للاستهلاك فقط؟ لغاية هذا اليوم لا توجد جهة ضاغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف حرب الإبادة، ولو كان لكان هناك تداعيات على الأرض ووقف هذا العدوان وحالة الإنسانية. نحن نتحدث اليوم عن حرب المجاعة واستخدام أسلوب المجاعة، وهذا ما يتنافى مع القوانين والمؤسسات الدولية الرامية لحماية المدنيين ولحماية الأطفال والنساء. ولغاية اليوم لا يوجد تحرك دولي من أجل الضغط على الكيان الصهيوني، أو حتى أن الإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطاتها على الكيان الصهيوني. الجميع متفق من أجل اجتثاث حركات المقاومة والقضاء على الحكومة الحالية، ولكن لا يوجد رافعا من شأن الفلسطينيين والأطفال. أنت تتحدث اليوم عن هدم مقومات الحياة، استهداف المنظومات الصحية، ونحن نتحدث عن كارثة إنسانية، كارثة صحية. يعني المواطنين يطرشون الطرقات داخل الخيام، ونتحدث عن فصل الصيف
الذي تنتشر به الأمراض والأوبئة، ونقول أن هناك انقطاع حتى في الأدوية لبعض الحالات المرضية داخل قطاع غزة، أمراض الكلى والأمراض المزمنة، وبالتالي حتى المنظمات الصحية العالمية لا يوجد لها دور فاعل في حماية المرضى داخل قطاع غزة، وحتى أن المنظمات المعنية في حقوق الأطفال والنساء لغاية اليوم لا يوجد أي تحرك دولي. لو كان هناك تحرك بالفعل دولي لكانت النتيجة مختلفة تماما عما نعيشه في هذا الأيام. طيب دكتورة سناء، لا بأس أن نشير إلى أن حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة تقترب من شهرها الثامن. السؤال هنا هو أن المقاومة لازالت تحتفظ لنفسها بنفس عملياتها القتالية في قطاع غزة، نتحدث عن نفس المستوى في الأيام القليلة الماضية وفي الأسبوع الماضي عموما، المقاومة قامت بعمليات نوعية ضد الاحتلال. كيف تقيمين هذه الردود، ردود الفعل العسكرية للمقاومة، وهل تريد أن تبعث برسائل مثلا أن ما زلت موجودة على الميدان، لازلت أمتلك أوراق ضغط وأمر أوراق قوة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة؟ يعني دعنا نتفق أن المقاومة الفلسطينية ارتقت في أسلوب المقاومة منذ في هذه الحرب عن الحروب السابقة، وأيضا ارتقت في الإعلام المقاوم ما تبثه عبر الأشرطة الموثقة للعمليات والكمائن داخل قطاع غزة، تثبت أنها ما زالت متحكمة في الميدان العسكري، ما زالت ثابتة، ما زالت تدرس وترتب الكمائن للإلحاق الأضرار في الجيش الإسرائيلي ومعداته، ما يتم إبراقه من داخل الميدان العسكري حتى حسب ما تم الإشارة إليه لا يتعدى 15% مما يحدث على أرض الواقع. وما نشاهده هو سيطرة المقاتلين الفلسطينيين أصحاب الأرض على الجنود الإسرائيلي وآليات الجنود الإسرائيليين لغاية اليوم في رفح، وتقدم لبعض الدبابات في المحاور يعني الشرقية، ولا يوجد تواجد للجيش الإسرائيلي جندي على الأرض وعلى أرض الميدان، على العكس يتم استدراجهم إلى داخل البيوت المفخخة من أجل الاشتباك معهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح. ونحن نتحدث اليوم عن عملية نوعية في الصباح الباكر في رفح في حي التنور بالذات، هو إيقاع 15 جندي قتيل في تفخيخ منزل والاشتباك معهم من مسافة صفر. هذا يدلل على أن المقاومة ما زالت لديها كتائب تعد الكمائن وتفخخ المنازل، ولديها استراتيجية في استنزاف الجنود على أرض الواقع. نحن نتحدث عن كمائن مؤكدة وليس طيب. كمائن تحتمل الربح والخسارة. لا بأس أن نشير هنا إلى هذا الخبر الذي وردنا الآن نقلا عن القسام، قولها تمكنا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا بعد اقتحام منزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود شرقي رفح. أرقام كبيرة جدا للقتلى الهالكين من جيش الاحتلال في قطاع غزة. تعتقدين أن الاحتلال يعلن عن الأرقام الحقيقية لقتلى في غزة دكتورة سناء؟ يعني هناك فرق وفجوة ما يتم إعلانه في الإعلام المقاومة بين القيادة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في بياناته، وبالتالي هو لديه قاعدة عسكرية هو عدم الإعلان وحظر النشر عن القتلى، وبالتالي يتم الإعلان فقط عن نسبة قليلة من الجنود وليست دفعة واحدة، وفي كل يوم يتم تمرير عدد من الجنود أنه تم قتلهم، وفي بعض الأحيان يقول أنها بنيران صديقة ولا يعترف أمام المجتمع الإسرائيلي على أنه تم استهدافهم من المقاومة الفلسطينية، خوفا على تماسك وانهيار المجتمع الإسرائيلي. هو مجتمع يعني ليس لديه روح معنوية، يعتمد على الرفاهية، ولا يعني تتحدث اليوم على أن هذه أول الحروب التي يتم بها إيقاع الخسائر الكبيرة في جيش الاحتلال الصهيوني. لم يتعود الاحتلال الصهيوني على قتل عدد كبير من جنوده، على العكس من ذلك هو دائما ما يمعن قتلا في الفلسطينيين، وهناك نسبة قليلة في قتل الجنود الإسرائيليين على مدار 76 عام. هذه أول المعارك وأطول المعارك وأكثر المعارك خسارة لدى الجيش الإسرائيلي، وأنت تتحدث عن جبهة داخلية غير متماسكة لا يوجد بها ترابط اجتماعي أو ديني، وبالتالي هم مستوطنين أتوا من شتى بقاع الأرض، وما يجبرهم على العيش داخل الكيان الصهيوني هو من باب الرفاهية والحالة الاقتصادية داخل الكيان الصهيوني، ويتم جلبهم من أجل استثمارات اقتصادية. وحينما اليوم بعد 7 أكتوبر نحن نتحدث عن 750 ألف مستوطن تم مغادرة الكيان إلى العالم ولم يعودوا لغاية هذا اليوم،
هم مستوطنين يبحثون عن الرفاهية والحالة الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي لا يمكن أن يبقوا في هذه الأرض تحت عامل الخوف في حالة التهديد أو الوضع الاقتصادي السيء. نتحدث عن 8 شهور من العدوان على قطاع غزة، وانعكس داخليا على أن هناك حالة تهجير في مستوطنات غلاف غزة، تهجير لدى المستوطنين في الشمال مع الحدود اللبنانية، يعني الجميع يذهب إلى فنادق يتم إعالتهم باستخدام الحكومة الفلسطينية وتحت عامل الخوف، وأتركوا منازلهم ومدخراتهم وما إلى ذلك. ونقول أن هذه الحالة ترمي في ظلالها، نقول أن عقيدة الجيش الإسرائيلي ما تعمد إلى حسم الحروب السريعة، وهي عقيدة دافيد بن غوريون وهو الرئيس الأول لدولة الجيش، دائما يعمد إلى الحروب السريعة ولا يذهب إلى حرب الاستنزاف. لولا الدعم الأمريكي والدعم الغربي للكيان الصهيوني لم يصمد في هذه المرحلة. تتحدث عن يعني 8 أشهر من استنزاف الاقتصاد، من استنزاف الجبهات الشمالية والجنوبية، من حالة الهجرة، وبالتالي نقول أن هذه المعركة لا تصب في صالح الإسرائيليين، بالرغم من حالة الإبادة، من ارتفاع أعداد الشهداء، من انعدام مقومات الحياة داخل قطاع غزة، إلا أن أهالي قطاع غزة ما زالوا متشبثين في الأرض، ما زالوا ملتفين حول خيار المقاومة وعلى الحاضنة الشعبية. نتحدث اليوم أن الاحتلال الصهيوني يمعن قتلا في الحاضنة الشعبية، لأنه يدرك تماما لولا دعم هذه الحاضنة لفصائل المقاومة لما صمدت المقاومة لهذا اليوم من العدوان على قطاع غزة. طيب، تعتقدين دكتورة سناء عن الكيان الصهيوني بالحديث عن غزة دائما وعن الحاضنة الشعبية، تعتقدين أن الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة من خلال تدمير كل ما يمكن تدميره من مقومات الحياة في غزة، من مستشفيات ومدارس وطرق ومصانع ومحلات ومخابز، يعني كل ما له علاقة بالحياة تم تدميره؟ هل هذه سياسة عقابية للحاضنة الشعبية للمقاومة تعتقدين؟ ليست فقط يعني سياسة عقابية للحاضنة الشعبية، بقدر ما هي تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن الآدمي، وبالتالي إجبار الفلسطينيين على إيجاد أي طريقة من أجل الخروج والتهجير القسري، سواء من معبر رفح، وهذا ما نتحدث عنه، عن الميناء العائم التي من أحد أهدافه الغير معلنة هي محاولة وتسهيل خروج الفلسطينيين والهجرة إلى خارج قطاع غزة. نقول أنهم يحاولون جعل هذه المنطقة غير صالحة للأطفال ولا للنساء ولا للسكن الآدمي، استهداف المنظومات الصحية من أجل تعظيم الحالة الإنسانية والذهاب إلى أي منطقة يفرون منها وترك قطاع غزة. هذه سياسة الاحتلال الصهيوني هي سياسة همجية يمعن في قتل النساء والأطفال والمدنيين واستهداف كل البنى التحتية. نقول أن الاحتلال الصهيوني غير قادر على المواجهة العسكرية مع فصائل المقاومة، غير قادر على إلحاق الأضرار في أهداف استراتيجية عسكرية داخل قطاع غزة، وبالتالي يلجأ بعد كل ما يتم إلحاق الأضرار به من المقاومة الفلسطينية إلى ارتكاب الكثير من المجازر بحق النساء والأطفال، من أجل أن يكون هذه الدماء هي أداة ضاغطة على فصائل المقاومة من أجل أن ترضخ تحت الشروط الإسرائيلية في التفاوض. طيب دكتور سناء، نبقى دائما في الحديث عن التطورات الميدانية في قطاع غزة. الواضح أن هناك تخبط عسكري، وهناك تصعيد عسكري، وهناك دخول إلى رفح وإلى غزة عموما من دون خطة عسكرية معلنة. الحديث اليوم عن غزة ما بعد الحرب، هكذا يصفها القادة في الكيان الصهيوني، اليوم الأول بعد الحرب على غزة. الواضح أن هناك ضغوطا من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة بالتحديد، ضغوطا تطالب بخطة سياسية واضحة لعزل حماس والمجيء بسلطة أخرى غير حماس في قطاع غزة. والواضح كذلك أن الكيان الصهيوني لا يملك أي خطة لذلك. هل هذا يصعد من الضغوط السياسية على قيادة الكيان؟ نعرف ما حدث في الكابينت خلال الساعات القليلة الماضية، اتهامات متبادلة ما بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وكذلك وزير الخارجية، وهناك انقسام واضح فيما يتعلق باليوم الأول من الحرب على أو اليوم الأول ما بعد الحرب على غزة. هل نتوقع المزيد من الضغوط السياسية والتخبط السياسي لقيادة الكيان؟
يعني هناك تخبط ليس فقط سياسي وإنما حتى عسكري داخل قطاع غزة، لغاية هذا اليوم 8 أشهر من العدوان على قطاع غزة، وتتحدث عن 8 أشهر من تواجده في الشمال. لغاية هذا اليوم لم يحسم المعركة مع قوى المقاومة في الشمال، وهذا ما تم يعني تكذيبه، خاصة أن الصواريخ ما زالت تنطلق من شمال ووسط قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة. تعاري أيضا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي حينما ظهر الإعلام وتحدث أنه تم القضاء على فصائل المقاومة في شمال قطاع غزة، نقول ليس لديه خطة عسكرية وما زال يتخبط ويذهب إلى رفح من أجل تصدير صورة نصر، من أجل البحث على صورة نصر يتم تصديره للمجتمع الإسرائيلي. اليوم التالي للحرب، ما هي السيناريوهات المطروحة من كابينة الحرب من أجل اليوم التالي للحرب؟ لا توجد هناك بالفعل خطة. هم يحاولون استثناء حماس وحكومة حماس من أن تحكم قطاع غزة أو ترجع إلى الحكم إلى قطاع غزة، ولكن نقول أنها ما زالت متواجدة في الميدان. يعني تواجد الجيش، كان هناك سيناريو أن يبقى الاحتلال الصهيوني داخل قطاع غزة، وحينما تم دراسته من الخبراء الاقتصاديين سيكون هناك مكلف جدا، وأيضا سيؤدي إلى سحب ألوية من الضفة الغربية ومن منطقة الشمال مع حزب الله، وبالتالي هو تهديد إضافي للكيان الصهيوني. لا يمكن أن يتواجد الاحتلال الصهيوني داخل قطاع غزة بسبب التكلفة الاقتصادية وبسبب التهديد من الضفة ومن الشمال. ونقول أنه كان يدرس خيار إرسال قوات عربية من مصر ومن الإمارات ومن المغرب من أجل حفظ الأمن داخل قطاع غزة، وهو التفاف على المقاومة الفلسطينية. يريدون نتج قوات عربية، وبالتالي حينما تم تصدير بيان من فصائل المقاومة داخل قطاع غزة أن تواجد أي قوة عربية داخل قطاع غزة سيتم التعامل معها كأنها قوات احتلال، وبالتالي وجود هذه القوات لا يمكن أن تأتي، لأن هناك تهديد حقيقي على بقائهم داخل قطاع غزة. نقول أن حكومة حماس وفصائل المقاومة هي جزء من الشعب الغزاوي، هي جزء من أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي لا يمكن أن يتم حكم قطاع غزة إلا من أصحاب الأرض. وبالتالي حكومة حماس ليست منفصلة عن هذا الشعب، وإنما هي جزء أصيل، وبالتالي سيبقى الحكم داخل قطاع غزة حسب ما ترتئيه قيادة العمل المقاوم. إذا ارتأت أنها ستبقى على سدة الحكم وهذا قرار منها، ستكون متواجدة بالتفاف جماهيري حولها، وإذا ارتأت التخلي لصالح جهات فلسطينية وليست عربية وليست غربية سيكون لها ما تريد. باعتقادي أنه من يصدر القوة العسكرية، من يتصدى لقوات الاحتلال منذ 8 أشهر ويمتلك هذه الإمكانيات والعقيدة القتالية، هو الذي يحدد مسار السياسي لقطاع غزة. إذا أراد أن يحكم فليحكم، وإذا أراد أن يسلم الحكم لجهات فلسطينية فلديه هو الوحيد الخيار في ذلك. طيب كسؤال أخير دكتورة سناء، وبالعودة للحديث عن الضغوط السياسية على الكيان الصهيوني، لاحظنا خلال الأيام الماضية انقساما واضحا في المجتمع الدولي، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى فيما يتعلق بالتعاطي مع الكيان الصهيوني. هل يعكس هذا خروج الكيان عن السيطرة؟ الكيان الصهيوني، نقول أن هذه المعركة وحرب الإبادة الذي يقوم بها داخل قطاع غزة كانت كفيلة بتعريته أمام العالم وكشف الأخلاقيات الذي يقوم عليها هذا الكيان. وبالتالي كان هناك رواية ما قبل 7 أكتوبر أن الكيان الصهيوني دولة ديمقراطية وأن لديها حق وأنهم شعب مظلوم. بعد ما تم بثه من حرب الإبادة وارتفاع أعداد القتلى والتعامل الجيش الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، كان هناك تحرك كبير داخل المجتمع الأوروبي، تحرك شعبوي. وأنت تتحدث اليوم عن الإدارة الأمريكية والجامعات الأمريكية التي تقوم وتنتفض من أجل نصرة الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية، نقول أن الشعوب الأوروبية لا تدفع ولا تنتصر للشعب الفلسطيني سياسيا، وإنما هي تنتصر لمفهوم العدالة الإنسانية وقوانين الديمقراطية التي تربوا عليها. هناك انفصال ما بين الإدارات السياسية داخل المجتمعات الغربية وما بين الشعب والرأي العام، وبالتالي هو يعني يذهب إلى تغيير بعض السياسات في الحكومات الحالية. لكن نقول أن الإدارة الأمريكية وإدارة الدولة العميقة التي تدعم الكيان الصهيوني، نقول أن الدولة العميقة هي أكبر من الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي داعمة للكيان الصهيوني.
يقول أنه ما يتم تصديره الآن من شعارات داخل الحكومات الغربية فقط هي تصدير شعارات ومحاولة للتغيير، ولكن الوضع الاقتصادي والقوة الاقتصادية هي من تتحكم في السياسة وفي دعم الكيان الصهيوني، كونها تربطهم علاقات اقتصادية ومشاريع اقتصادية في شتى أنحاء العالم. نقول أن هناك تغيير في الشعوب، تغيير في النظرة، وبالتالي نعم وصلت الفكرة. دكتورة سناء أسكارنا المحللة السياسية، كنت معي من جنين من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نواصل نقاشنا ونعود إلى الدكتور أمجد شوا، والذي نجحنا في أن نربط الاتصال معه مجددا. دكتور أمجد شوا مدير شبكة المنظمات الفلسطينية من غزة، مرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا، آسف لانقطاع الاتصال للظروف. لا عليك، نحن نعرف الظروف، هناك من الحديث دائما عن الظروف الإنسانية بقطاع غزة. دكتور أمجد شوا، كنا نتحدث منذ قليل عن منسوب المساعدات الذي يدخل قطاع غزة مع سيطرة الاحتلال كليا على رفح، هل تعتقدون، وبالحديث عن المعبر المائي الذي تم تدشينه قبل أيام، هل تعتقدون أن ذلك يمكن أن ينوب عن معبر رفح فيما يتعلق بدخول المساعدات إلى قطاع غزة؟ ولا بأي شكل من الأشكال يمكن أن يمثل هذا الممر المائي بديلا عن المعابر البرية، وخاصة معبر رفح الذي يمثل شريان حياة لشعب الفلسطيني، وهو ليس فقط إدخال المساعدات بل أيضا لحركة المواطنين وبخاصة المرضى والجرحى وغيرهم من ذوي الحاجات للسفر. هذا المعبر هو معبر فلسطيني مصري أصيل، إغلاقه هو له رمزية سياسية واستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إغلاقه انتهاك فاضح لكل المواثيق والمعاهدات. هذا الممر المائي هو ممر مؤقت ولا يمكن أن يمثل بأي شكل من الأشكال معبرا أو ممرا لإدخال المساعدات، والتكلفة عالية جدا. وأيضا اليوم هناك آلاف الشاحنات التي تنتظر في الجانب المصري بالدخول إلى قطاع غزة، هذه الشاحنات التي تحمل المساعدات التي قدمتها دول مختلفة. والسؤال الأكبر الذي وجه للإدارة الأمريكية، من يستطيع أن يفتح ممرا مائيا ويرسل السفن والمحملة بالمساعدات عبر البحر، ألا يستطيع أن يضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية؟ صحيح. إذن تعتقدون أن هذا المعبر أو هذا الميناء المائي أغراضه ليست إنسانية فقط؟ نعم، هو له أغراض سياسية واضحة، وهو يسعى إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وإدامة هذه الأزمة لفترة طويلة جدا، وتعميق أيضا الاعتماد السكان على المساعدات في ظل فقدان أبناء شعبنا الفلسطيني لمصادر الدخل على ضوء الدمار الذي حصل على الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمؤسسي والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث أن تقريبا من 70-80% من المساكن والمؤسسات دمرت بفعل القنابل والصواريخ الأمريكية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي لقصف شعبنا بها. اليوم كيف لهذه الإدارة أن تفتح ممرا إنسانيا أو معبرا بحريا لإرسال المساعدات الإنسانية؟ هناك سؤال كبير، هناك تناقض واضح وازدواجية. ترسل المساعدات وتفتح معبرا مائيا لهذه المساعدات، وفي نفس الوقت ترسل عبر ميناء إسرائيلي آخر بواخر محملة بالأسلحة. هناك أمر غريب وتناقض واضح في هذه الرسائل. كسؤال أخير، كسؤال أخير دكتور أمجد شوا، فيه طرح وفيه فرضية تقول أن هذا الرصيف البحري أو الميناء أو لا أدري، فيها الكثير من التسميات التي صاحبت هذا المشروع الذي يبدو غامضا إلى حد بعيد، فيها الكثير من الفرضيات التي قالت أن هذا الميناء أو الرصيف البحري تم تدشينه لتهجير سكان قطاع غزة، كيف يتم التعاطي مع هذا الطرح داخل القطاع؟ يعني منذ بدء هذا العدوان إسرائيل وضعت هدفا واضحا بتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني بصموده الأسطوري أفشل هذا المخطط الذي ترافق أيضا مع جريمة الإبادة المستمرة والمتواصلة، وإصرار شعبنا الفلسطيني على البقاء في أرضهم متواصل ومستمر، وستفشل أي مخططات لتهجير شعبنا الفلسطيني. نحن باقون
وسنعود إلى بيوتنا وسنعيد إعمار ما دمر الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل من جميع الأطراف العربية والدولية الصديقة والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان أن تسعى باتجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري، والعمل باتجاه ضغط حقيقي لفتح كافة المعابر أمام دخول المساعدات والبدء في عملية إعمار حقيقية. اليوم نحن نتحدث عن قضية الأكثر عدالة في هذا القرن، وهي مرتبطة بالأساس إما أن نكون أمام عالم يحترم القانون والقانون الدولي، وإما عالم تحكم قانون الغاب. أشكرك جزيل الشكر دكتور أمجد شوى مدير شبكة المنظمات الفلسطينية، كنت معي من غزة. أشكر كذلك الدكتورة سناء أسكارنا المحللة السياسية التي كانت معنا من جنين من الضفة الغربية، وأشكركم أنتم مشاهدي على المتابعة. أكيد الصباح نيوز مستمر، أخبار الرياضة مع عصام عيسي بعد لحظات من الآن.